يقول الشيخ هذا السائل: ما الأسباب المعينة على صلاة الليل، حيث أنني أسهر مع زملائي في الاستراحة فيأخذني النوم حتى أنني أنام عن صلاة الفجر، فأرجو من الشيخ إجابة. الإجابة: لا تسهر يا أخي، حافظ على صلاتك وحافظ على صلاة الليل ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره، وكان ينهى عن الحديث بعد العشاء، ويكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وكان ينام بعد صلاة العشاء حتى يقوم لصلاة الليل. فأنت تريد الأجر والثواب من الله، إذا ترتب على هذا تضيع صلاة الفجر مع الجماعة وفي وقتها، فالأمر أشد، وهذا حرام عليك. نعم.